المشاهد بتزيد الواقع ألما، يعني كل ما نشاهد صور حية لبعض المناطق اللي تأثرت بالفيضانات نتألم بصورة كبيرة، والألم ما بنحصر على فترة الفيضانات فقط والكوارث اللي بنمر بها حاليا، دي فترة وبتزول بإذن الله تعالى، لكن الألم الأكبر في إنه نلقى بعض الأطفال تيتموا وهم صغار وبيحتاجوا لأنه حد يعني يطبطب عليهم، حد ياخذ بيدهم، حد يهتم بهم، حد يكفلهم. ومن يكفل اليتيم أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وعدد من المبادرات أيضا والمنظمات والمؤسسات اللي بتسعى لأنه يعني تحرك فينا الجانب الإنساني أساسا هو موجود، لكن من خلال إنه أنت تساعد يتيم أو تكفل يتيم. واحدة من المبادرات الشبابية الناهضة في البلاد مبادرة اكفل يتيم. داخل الاستوديو معنا الأستاذة آلاء أمير، عضو مبادرة اكفل يتيم. أهلا مرحبا بك أستاذة آلاء، ونهار الخير عليك. تسلم يا رب، مرحبا بكم. أنا آلاء أمير عبد الرحمن. الفكرة بتاعت العمل الطوعي بدأت معي من شارع الحوادث 2013. بعد كده جينا دخلنا الجامعة، يا هو الفترة بتاعت إنه الناس تبني شخصيتها بطريقة أفضل. لقينا انه قدامنا جمعيه اسمها ناس بلدي الخيريه، فكانت بتشتغل برضو ادويه اطعام، إيه نفس البرنامج الشامل لكل الحوجات. فاكفوا اليتيم بدت في الفتره بتاعه الحظر. كنا احنا من قبلها بنشتغل مواد تموينيه بصوره عشوائيه ما منتظمه، يعني بس جانا تبرع بنغطي معي زميلي اسمه العاقب. فبعد كده قلنا انه احنا نوسع الحكايه، بلاكم كنتوا اول كنا مرانا اثنين انا والعاقب، فوسعنا الحكايه، عملنا جروبات واتس، لمينا الناس اللي احنا بنعرفهم على الناس، فنشرنا برضو الروابط بتاعت الجروبات، الناس بقت كثيره، عملنا اكثر من جروب. فيا جماعه بس التزموا لنا بمبلغ 100 جنيه ان احنا يعني شهريا. نغطي اي شهريا نغطي مواد تموينيه للاسر اللي هي ما عندها عائل تماما، يعني بجد ما عندهم عائل نهائيا. فالحكايه ماشيه كويسه كانت الحمد لله. فتره الحظر اشتغلنا برضو لانه الناس دي بتكون الام، واحده شغاله غسيل، واحده شغاله مكوى نظافه، وقفوا تماما يعني الناس راضوا. كورونا نعم عطلت، ايوه فتره عطلت الحظر حتى كورونا اكثر حاجه. فالحمد لله الحكايه ما كانت وقفت، لحد الان احنا لسه مستمرين معاهم. وصلنا مرحله انه احنا برضو بنعمل عمليات للاطفال ديل. وصلنا مرحلة إيجارات البيوت، لو ما قدروا تماما بنلتزم بنوصل يعني زور يتكفل بيهم. عندنا الحمد لله كافلين، يعني ديل يتكفلوا بأسر كاملة، كل واحد أسرته خلاص، يعني ديل طلعوا من السيستم بتاعنا ذاته إنه عندهم الدخل بتاعهم بيجيهم بطريقتهم، تواصلوا معاهم. أي الحمد لله. هو أصعب حاجة إنه يعني في ظل الظروف الصعبة دي، يعني الطفل يكون يتيم يعني فاقد للأب والأم، يعني تفاصيل احنا بنشاهدها الآن في الشاشة، بعض التبرعات اللي أكيد كانت من قبل المبادرة. أيوة. دايرين نتكلم عن المناطق اللي انتوا قدمتوا لها الدعم يعني. طيب منطقة أم عشر العقليين دي جنوب الكلاكلة، حصل كان فجأة انهيار لتسع بيوت وما عرفوا يمشوا وين، فتحنا المدرسة، ف جات مواد تموينيه كويسه من زكاه، يعني وصلت من جميل. فاعل خير برضو جات، فلكن الناس كانت جايطه انه احنا نعمل شنو، ما الناس دي عدتها وبيوتها وكله واقع تحت المويه. فالفكره بتاعت المطبخ الميداني بدت من هنا. انا بس للاسف ما وثقتها، يعني البرنامج ده ما صورته، لكن اشتغلنا مطبخ ميداني لثلاثة يوم لحد ما الناس دي خلاص نظمت امورها، بنودي لهم الاكل جاهز من مسافات بعيده. يعني كان الموضوع صعب، والمدرسة حاليا برضو جوا الموية متضررة، لكن مأوى. وفرنا مشمعات عملت خيم، وفرنا برضو الصيوان تبرعت به وجمعية جميل. فتركبت الصيوانات دي، الرجال قعدوا فيها بهناك، الأسر اتنظموا انه كل أسرة بقت في فصل، لكن برضو كانوا جايطين. عملنا المطبخ ياهو ثلاثة أيام أربع أيام بنشيل الأكل جاهز بنودي لهم. جميل. فدي كانت شغلنا في الفيضانات، لكن حنواصل في المواد التموينية للأسر المتضررة، وجزء من الأيتام اللي كنا بنوصلهم برضو يتضرروا في الفيضان، وهم بيوت إيجارة أي لكن وقعت، فحنكمل معاهم إن شاء الله. لازم ضروري ضروري، واثقين منكم هتكملوا. بالنسبة للمطبخ الميداني ذكرتي ثلاث أيام. أيوة. من العمل الشاق والمدعم أو المتعب في تجهيز طعام لأعداد
ما قليلة ايوه من الأسر. كيف قمتوا بهذه العملية؟ منو يعني من الشباب، الناس، أهل الحي، الناس اللي تداولوا معاكم؟ يعني أذكر لنا الطريقة كانت كيف، يلا والدعومات نفسها كيف تم تجميع تمام. المبالغ لإنشاء مطبخ ميداني لمدة 3 أيام للأسر المتضررة من الفيضان؟ تمام. أول ما البيوت وقعت وإحنا يعني نحن قررنا إنه نحن نعمل مطبخ، الشباب المعاي ما بيقدروا لسه ديل في التروس تراب، ما بيقدروا على حاجة زي دي يقفوا معانا. ففي جارتنا يعني كتر خيرها فتحت لنا بيتها، يا سلام عليك. يعني بوجه لها تحية، خالته سعاد ليه وبناته ما شاء الله، فديل اللي كانوا بيشتغلوا معاي. يعني أنا جيت يا جماعة إحنا دايرين نعمل كده، هاي أنتوا معانا تمام. فالناس ما قصرت وقفت، يعني التكاتف موجود، يعني التكافل والتكاتف، وإنه أنا أخلي شغلة بيتي وأمسك شغلة صحيح. أسر كمية كان موجود، الناس ما قصرت. ففتحت لنا بيتها، بنمشي أنا وبنتها بنجيب المواد التموينية، بنجهز الحاجات، بيطبخوا، بيساعدونا في الطبيخ، بنتصل على الأولاد إخواننا بس 5 دقائق تعالوا شيلوا الحاجات دي جاهزة. بيجوكم بسياراتهم يعني؟ لا. بدعموا بدون سيارات؟ صواني بتشيلوا الحلل، المشوار موية. بعيد موية الموية نازلة يعني بيخوضوا في الموية وهم أيوة. حاملين الصواني، فبنوصل معاهم لحد المدرسة يعني عشان الناس ما تحس إنه إحنا شغالين برانا، يلا يا خالته يلا يا الناس اللي تضررت ذاته تعالوا. كل زول قاعد يا اسرته يا تقعدوا الاطفال، بيقعدوا الاطفال مع بعض بياكلوا، بيقعدوا الامهات بياكلوا، الرجال كذلك كده. فالموضوع يعني الحمد لله انه تم بصوره كويسه كانت، والناس ما شاء الله يعني التكاتف رهيب. جميل. اي دي حاجه كويسه جدا والله يا آلاء. فدارين نعرف يعني فكره المبادره لقدام وخطط المبادره، هل حتكون فقط في السيول والفيضانات ولا عندكم خطه مستقبليه لقدام؟ احنا المواد التموينيه مواصلين يعني فتره طويله لورا مواصلين فيها، لكن جات الفكره بتاعت انه انا ما اديك كل يوم تاكل لكن اديك السيناريو بتجيب بس سمك. جميل. اي لا تحتني سمكه ولكن علمني كيف اصطاد. ايوه. فالفكره انه احنا نملك الاسر دي مشاريع منتجه. ايوه. فالفكره انه نبقيهم هم اسر منتجه. طيب شنو من المشاريع اللي ممكن تملكوها للاسر دي؟ في واحده من الاسر يعني دي كانت صعبه انها تشتغل، يعني جات قالت لنا انا ما بقدر اطلع من البيت نهائي، عندها بنتها شويه من ذوي الاحتياجات الخاصة فصعب تخليها براها وهي بنت وعمرها فوق لل 14، الأولاد بيمشوا المدرسة. فدي احنا عملناها مشروع جوا البيت ذاته، اللي هو ممكن انه طعمية، ايس كريم، زلابية، كريم كده. والزبائن بيجوها في محلها يعني. بيجوها في محلها، يعني ناس الحي عموما يعني يكونوا انه عارفين الزول ده محتاج، حتى لو انا الحاجة دي ما دايراها بمشي بجيبها. ايوه. فالموضوع حيمشي لقدام كده انه احنا نملك كل اسره، ما معروف الزمن يحصل شنو، انا ابقى الليله فيه يجي زول بعدين يكمل، فاحسن انت يكون عندك الحاجه اللي بتدخل لك تأسس. أيوة. جميل. طيب يا آلاء، في نقطه ما تكلمنا عنها والنقطه اللي دايما بنسال عنها، الظروف الاقتصاديه والظروف الصعبه اللي بمر بها السودان كله معروفه، الحاجه اللي انت بتقول بها دي ما حاجه سهله، بتتطلب دعم. أيوة. كبير فعلاً جدا. فعلاً. كيف بتلقوا الدعم وكيف بتناشدوا الفاعل الخير بانهم هم يدعموكم لكل مشاريعكم اللي انتم قمتوا بها الخيريه والطوعيه؟ انا من خلال انه بديت من 2013 في ناس بقوا ثابتين معي اساس، بترسل لهم بيدعموك، حتى انا مرات ما برجع عليهم ما بكلمهم اني في حوجه وكذا، احنا بنمشي بندين انه احنا نستلف نتدين نسيب الحوجه دي باي مبلغ، بعد كده احنا نجي نفتش نسالهم ونسيب. جميل. ففي عندي الجروبات الواتس دي للمواد التموينيه للشباب اللي بيدفعوا. أيوة. شهريا 100 جنيه. ايوه ايوه. مواصلين في الحاجه ما شاء الله، اغلبهم شباب جامعه طلاب. يا سلام عليكم. ومعانا استاذنا في الجامعه برضو استاذ امجد، فالحكايه دي مستمره يعني ما وقفوا عندنا، زي ما قلت لك ناس جات من برا بالرابط بتاع الجروب، احنا يا اخواننا دايرين اسره نكفلها برانا، وفعلا ملكناهم اسر يعني سلمنا لهم انه خلاص انتوا تبقوا مع الناس ديل، حتى بقى انه الاسر دي بتقول لهم يا اخواننا عن طريقهم. فبتنزل القروش في حسابي، بتجيني الاشعار انه دي للاسره الفلانيه. الفلانيه. فبنمشي. سوشيال ميديا، فيسبوك، يعني الناس. طيب. ما قاعد تقصر. كنت داير اسال من الحاجه دي، انا كمحتاج وعايز اصل لمبادره اكفل يتيم علشان تساعدوني، كيف اصل لكم؟ هل في مكاتب معينه في ما عندنا صفحات السوشيال ميديا وكذا؟ فما عندنا صفحه في الفيسبوك ولا ما عملنا، بس روابط اللي هي الجروبات بتاعت الواتس. لكن انا آلاء رقمي يعني يمكن يكون عند الناس
من زمان في الفيس قاعد في اي حته ممكن تقوليه الان برضه 09 164 86 311 164 164 86 311 86 3 11 ده رقم رقمي انا وخلاص يعني بقى هو رقم معروف يعني أيوة. اللي حاب يساعد في موضوع أيوة. كفالة الأيتام والحاب ينضم برضه للمبادرة ممكن ممكن في صفحتي في الفيسبوك هي آلاء أمير ممكن برضه انه يلقوا الروابط منشورة او لو رسل لي زول انا ممكن اضيفه نعم. يعني جميل. نرجع للوضع الحالي بيعيشه السودان يعني حاليا باعتبار انه هو منطقة كوارث طبيعية وإعلان أيوة. حالة الطوارئ وتحدثنا عن 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 المعسكر في المدرسه والان المعسكر في المدرسه قلتي يعني انت ذكرتي ان المدرسه مهدده محوطه المويه طيب دور الشباب في الحته دي كيف وهتعملوا شنو حاليا انتم كشباب حاليا قمتوا بمبادره كبيره جدا وعظيمه جدا حاليا شباب المنطقه ذاتهم انا متواصله معاهم فقررنا انه احنا في مساحات واسعه يعني اراضي واسعه بتاعه خيام ملاك ايوه حنقوم نشيل الصيوانات دي نعملها كغرف مقفوله محتاجين لخيم احنا حاليا فحنشيله ونعمله في حته ناشفه تماما لانه الاطفال احنا اول يوم انا بتذكر كان كلهم يعني استفراغ الناس دي واحده من الحالات بت هي عمرها اقل من سنتين الشباب لحقوها وهي راسه في المويه تحت داسنا البيوت بدات تقع ورجعنا لفوق خلاص ما عرفت تطلع ما قادره تطلع سنتين ما تمتها يعني ما شاء الله اولاد حلتنا لحقوها وأسه هي تمام فيهم حوامل الموضوع بتاع انه انا اقعد في حته محاوطه بمويه البعوض يعني ده المويه ذاتها ما صحيه يعني حتى مويه الشراب محتاج له يكون في تجديد لمويه الشراب ايوه ما خلاص بيوتهم قاعد ما في مواسير هم في خيم في العراء فمحتاجين لمياه شرب نقيه أيوة. وصحيه للاطفال للامهات الحوامل حتى كل الاسر الموجوده هناك ايوه نعم الا رساله لكل الشباب سواء كان في المبادرات في المنظمات او حتى الشباب اللي عايز يشتغل وهو ما منتمي لاي مبادره او منظمه بتقولي لهم شنو؟ احنا المسؤوليه علينا احنا كبيره شديد يعني كشباب يعني ما بقى بتاع انه جهه معينه تسد الفرقه لا يعني انت ممكن تجي مره تلقى حاجه بسيطه تفرق يعني انت لو عملتها بتفرق مع اسره مع طفل مع البلد كلها فالناس ما تتجاهل يعني اقل حاجه انت بتقدر تعملها يعني اعملها انا كنت زمان في الجامعه بقول لهم انه الجنيه بيفرق صح يعني ممكن الجنيه ده يصير خانه يبقى هو بس السبب في انه الحاجه تنقص ما تكتمل صح فالمسؤوليه المجتمعيه يعني علينا كلنا ما على زون معين ما بس الات تشتغل ما نهال بس تشتغل ما مبادره باسم انت ممكن ما بزول عارفك وتقوم بتعمل حاجه يعني جميل دي رسالتك للشباب ايوه السؤال اللي بيطرح نفسه انت ونهال صديقه؟ والله انا ما كنت بعرفها ولا بتعرفني لما انا شغل حاله معينه تلمينا فيها يعني كانت صدفه وان شاء الله تدعموا بعض ونحن معاكم قلبا وقالبا والسودان دائما بقول انه يعني المجتمع السوداني ايد واحده فعلا في عمل التكافل تحديدا يعني احنا حاليا بنتكلم عن وضع كارثي في السودان ونتمنى لكم التوفيق وانا متاكد هنا ماشيين عندكم مبادرات فعليه وحيه في ارض الواقع ايوه ان شاء الله تقدروا تدعموا السودان والاسر المضطره بصوره كبيره ان شاء الله عضو مبادره اكفي اليتيم آلاء امير شكرا لك الله يخليك وزي ما قالت آلاء بحاجة بسيطة أنت ممكن تأثر في المجتمع وممكن تساعد وجنيه بيفرق ولو شلت طوبة قفلت بأي حتى صغيرة برضه بتفرق نعم. بنتواصل معكم عبر هذه التغطية الخاصة خلونا نطلع لفاصل إن شاء الله نتواصل